مكتبة يونيو. ثورة 30 يونيو وتأثيرها على المعادلات الاستراتيجية والتوازنات. اللواء دكتور مصطفى كامل محمد لم تكن ثورة 30 يونيو غضبة شعبية أزاحت حكم جماعة الإخوان الإرهابية فقط، بل مثلت أكبر حشد سلمي في تاريخ البشرية، أعاد صياغة العلاقات الدولية وغير ملامح التوازنات الإقليمية، ووضع رؤية للجمهورية الجديدة التف حولها المصريون. هذا ما أوضحه كتاب ثورة 30 يونيو وتأثيرها على المعادلات والتوازنات الاستراتيجية ودور مصر. وقال الكتاب إن الثورة خلقت تماسكاً مجتمعياً ترتب عليه استقراراً أمنياً وسياسياً ساعد على البناء، وحمى الأمن القومي لمصر. ورصد الكتاب دور الدولة المصرية في النظام العالمي، وكيف أنها المكون الرئيس للنسق الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط، وهو الإقليم ذو الأهمية الجيوستراتيجية المطلقة لجميع الاستراتيجيات العالمية التي نشأت على مر التاريخ. ومن هنا أثرت ثورة 30 يونيو على مجريات العالم. مكتبة يونيو.